هنروح بقى لمبادرة مهمة قوي قوي، وأعلنتها شعبة الخضروات والفواكه باتحاد الغرف التجارية. أطلقت مبادرة اسمها من الغيط للبيت بالتعاون مع وزارة التموين. المبادرة دي الهدف منها توفير كل أنواع الخضروات بأسعار مخفضة، تخفيضات من 25% ل 30%. تفاصيل أكتر عن المبادرة معايا على التليفون الأستاذ حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية. أهلا بك يا أستاذ حاتم، صباح الفل. صباح الخير عليك وعلى كل السادة المشاهدين وعلى كل متابعيكم أينما كان. أهلا بحضرتك، قول لنا تفاصيل أكتر عن مبادرة من الغيط للبيت، وإيه الخضروات والفاكهة المتوفرة من خلال هذه المبادرة؟ خلينا بس نصحح، هي مبادرة خفض الأسعار عشان خاطر الكلمة بس تقيلة على الناس، الناس مش واخدة على الكلمة دي. إحنا قلنا هي مبادرة لانخفاض الأسعار بالتعاون مع وزارة التموين لضخ كميات كبيرة جدا من الخضر والفاكهة داخل المجمعات التابعة لوزارة التموين، هي النيل، شركه القبضه للمواد الغذائيه. طبعا الاونه الاخيره احنا كان في بعض التحركات السعريه لبعض المنتجات الزراعيه، منها جزء مبرر لطبعا تغير المناخ وعدم الثقه للحالات الجويه وانتهاء العروه الصيفيه وبدايه العروه الشتويه من الخضروات والفاكهه، ولكن احنا قلنا لازم ننزل للناس لان الناس بتعاني من ارتفاع الاسعار، وطبعا ده شق يعني لازم يبقى احنا عندنا رؤيه مستقبليه عشان ده نشتغل عليه في القادم، ان ما يبقاش في حد يغلي على حد او حد يحتكر منتج، ولكن المنتجات الزراعيه ما حدش يقدر يحتكرها انها قابله للتلف، ولكن احنا قلنا هنبقى بجانب الناس. اهالينا محدود الدخل، الاحياء الشعبيه، الاحياء العشوائيه، احنا الحمد لله النهارده بنضخ كميات كبيره جدا داخل هذه المجتمعات لان احنا جبنا اهالينا التجار وقلنا لهم يعني اسعار مخفضه، بيع كتير، هتكسب كتير باسعار مخفضه. ده كان شعارنا لمبادره خفض الاسعار، والحمد لله النهارده يعني في ثلاث ايام احنا طماطم من 40 جنيه وقعناها ب 20 جنيه اهو يعني داخل هذه المجمعات. هل دي الاسعار دي بتعتبر اسعار التكلفه يا استاذ حاتم، يعني بدون حلقات للتداول؟ دي اسعار التكلفه الفعليه بدون اي هو مش الا 5% مصاريف النقل والشحن طبعا، والشاب اللي هيجي يبيع من صغار التجار، طبعا احنا جايبين صغار التجار اللي هم الشباب عشان خاطر يبقى برضه كم طيب. الشباب يبقى فيه فرص عمل ويبقى فيه عندنا كمان حد فاهم في الخضار والفاكهه، لان بياع الخضار والفاكهه لازم يبقى تخصصه يقدر يتعامل مع المنتجات الزراعيه، يقدر يقدم عروض، يقدر يساعد لدى الناس المهتمين، يبقى فيه كم من المعروض اكتر. طب يعني في المبادره دي حضرتك قلت الطماطم من 40 ل 20، احنا بنتكلم في خصم 50%. ما هو ده على اليات العرض والطلب، لان احنا عندنا عده جودات، كل منتج ليه سعر، لكن احنا طب قول لنا متوسط الاسعار لباقي المنتجات كده يا استاذ حاتم، يدينا فكره عنها. يعني البطاطس برضه ب 20 جنيه، الخيار ب 10، الفلفل ب 17 جنيه، الكوسه ب 20 جنيه، دي كانت ب 40 جنيه و45 جنيه، احنا نازلين باسعار التكلفه الفعليه وقلنا اقل من الاسواق الاخرى من 25%، ولكن هي اكتر من كده، ولكن اعلنا ده عشان خاطر تبقى الناس فاهمه. يعني الحد الادنى هو من 20 ل 30، انما في خصومات اكبر، يعني في بيوصل ل 50 زي ما قلت، ولكن احنا بنقول الناس لابد عليها ان هي تبقى يعني عندها وعي دلوقتي، دور على المنتجات اللي هي اسعارها مخفضه، ما تروحش لحد بيغالي عليك، ساعدونا ان احنا يعني نردع هؤلاء، خلينا نوجه رساله للمواطن ان المنتجات الزراعيه فيها وفره كبيره في الايام اللي جايه، عندنا موسم شتويه وعندنا كم من الزراعات الحديثه والمتطوره هيبدا خلاص، فاحنا رجاء بس ان دي كانت فتره مؤقته الفتره اللي فاتت طبعا لارتفاع درجات الحراره تأثيرها السلبي على المنتجات الزراعية وانتهاء برضه العروة الصيفية زي ما احنا ذكرنا. طب نرجع تاني للمبادرة، عدد المنافذ قد ايه وموجودة فين؟ الناس تعرف اماكنها منين؟ كل القاهرة، احنا بنغطي القاهرة كلها، يعني على سبيل المثال شبرا، العجوزة، المهندسين، الزمالك، وسط البلد، كل مكان في حي شعبي، في الخيالة. بس في الاحياء الشعبية يا استاذ حاتم؟ كل الاحياء، الزمالك والزمالك حي شعبي، الزمالك حي راقي، المعادي، المهندسين، كل الاحياء القاهره كلها اللي هي القاهره والالويه والجيزه الكبرى احنا بنغطيها، ولكن احنا تباعا ان شاء الله هيكون عندنا بعض الاسواق اللي هي اسواق اليوم الواحد، واحنا هيبقى ده مشاركه مع برضه وزاره التموين ان احنا نطرح كميات للسلع الغذائيه والمنتجات الزراعيه بكم كبير جدا يوم في الاسبوع في كل حي، في كل منطقه. طب ماذا عن المحافظات الاخرى؟ الاقاليم اخبارها ايه من المبادره؟ احنا هنعمل ده داخل القاهره الكبرى، ثم بعد ذلك ان شاء الله سننتقل
تدريجيا للمحافظه الاخرى. يعني المحافظه اللي جايه اللي احنا مستهدفينها هي محافظه اسكندريه، ولكن الاسكندريه طبعا يعني احنا بنغطي الاول القارئ الجديد كذات كثافه سكانيه كبيره جدا، واحنا يهمنا الاماكن اللي هي فيها كثافه سكانيه عاليه عشان خاطر اهالينا محدود الدخل. هنغطي هذه الاماكن ثم بعد كده ننتقل الى محافظه تلو الاخرى، ولكن احنا بناكد على ان الناس تبقى فاهمه كويس جدا ان الفتره اللي فاتت فتره مؤقته، واحنا رايحين للافضل والاحسن والاسعار تصل الى معدلات الطبيعي. طيب المبادره دي مكمله لحد امتى؟ هل في ميعاد معين ليها ولا هي مفتوحه؟ احنا لغايه اخر العام المبادره، واذا ان شاء الله وزاره التموين مددت الوقت احنا معاهم في برضه هذه المبادره وفي خفض الاسعار وفي الوصول الى الناس لكل مكان. طب حضرتك وجهت نصيحه ثمينه للمواطن المصري، قلت له ما تسمحش لاي تاجر ان هو يغلي عليك، في حاله انه المواطن وجد تاجر بيبيع باسعار اغلى من السوق العادي او مبالغ في اسعارها، ايه اللي حضرتك تنصح بيه الناس ان هم يقوموا بيه ويعملوه عشان يكون للمواطن دور في جشع او وقف جشع التجار؟ المراقبه الشعبيه، المراقبه الشعبيه. خلينا ناكد على ان دور كبير جدا هو المواطن. النهارده لما بتلاقي حد بيغالي السعر الجا للاماكن اللي فيها تخفيضات زي الخدمه الوطنيه، زي الامان، كلنا واحد، وزاره التموين احنا اهو خفض الاسعار، عندنا بعض خدمه زراعنا الاهليه وزاره الزراعه، كل دي بتقدم اسعار مخفضه، ارجع لدول. وبعدين لما يبقى في كم من المعروض كبير في المواسم الزراعيه تؤتي يعني ثمارها ويبقى في عندنا كميات كبيره جدا منها، انت هتلاقي ان التاجر نفسه والتاجر هيجبر على انه يبيع بالسعر العادل، لانه زي ما حضرتك اشرت في البدايه دي مش سلع ينفع ان هو يخزنها فترات طويله، هي هتفسد منه. شكرا جزيلا. شكرا ليك استاذ حاتم النجيب، نائب رئيس شعبه الخضروات والفواكه بالاتحاد الغربي.